كل سنة وكل عامل في مصر بخير. عيد العمال طبعا هو عيد العطاء والبناء والتنمية، هو عيد لكل مصري بيعمل بشرف وصدق وإخلاص لهذا الوطن في كل مكان. بالتأكيد هذا العيد بيذكرنا باللي حدث مع زيارة المهندس إبراهيم محلب منذ فترة قصيرة لعمال الغزل والنسيج، الوقوف على احتياجاتهم ومشاكلهم، محاولة حل هذه المشاكل وامتصاص غضبهم، وما كان لهذه الزيارة من أثر في تهدئة الأوضاع داخل الصفوف العمالية. بالتأكيد بيدل ذلك على أهمية التواصل ما بين الرئيس والمرؤوسين في كل مكان والشفافية والصراحة. في هذا الحوار بنقدم رؤية لعيد العمال في ظل الأجواء السياسية الجديدة اللي بتعيشها مصر، وطبعا في ظل المشاكل المتفاقمة للعمال في كل مكان. وبشرفنا في هذا الحوار الأستاذ شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، وايضا المهندس محمود مهران عميد المعهد الفني الصناعي. بنرحب بيكم. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. ابتدي استاذ شعبان، يعني الاحتفال بعيد العمال هذا العام ربما يكون مختلفا، في السنوات الثلاث الماضيه كان هناك عدد كبير من الاحتجاجات والاضرابات، وقبلها ايضا في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك ايضا في السنوات الاخيره كانت هناك مشاكل كبيرة في هذا القطاع الحيوي الهام. من خلال كلمة الرئيس عدلي منصور بالأمس، ما الذي يمكن أن نستشفه أنه يكون بداية انطلاقة جديدة في حياة العمال المصريين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الصباح نقول لكل المصريين وكل عمال كل سنة طيبين، وأقول لحضراتكم كل سنة طيبين. نقول للعمال صباح جديد وعمل جديد واجتهاد جديد وإنتاج جديد طول العام، واكيد ان شاء الله باذن الله العام المقبل يكون فيه ازدهار وتقدم وفيه نمو حقيقي وانتاج حقيقي لمصر. ان شاء الله. بالنسبه للاحتفال هذا العام، الاحتفال جاء بعد الاستفتاء الدستور او الاستحقاق الاولاني من خريطه الطريق. هو صحيح فيه هدنه حاليا او توقيع هدنه ما بين العمال وما بين الحكومه وما بين رجال الاعمال، بحيث ان الامور تمشي اللي طالب بيها المهندس محلب، واحنا نسمي له دوره ونزول وسط العمال، ونسمي له ان الراجل مجتهد ودؤوب ان هو يشوف مشاكل الناس ويحلها. انما برضو لابد ان احنا نقول هل احنا هنقدر نصبر كتير؟ احنا محتاجين خريطه طريق تقول احنا صحيح اتفقنا على ثلاث شهور، ثلاث شهور فاضل فيهم شهر واحد، طب ما بعد الثلاث شهور؟ محتاجين خريطه طريق تقول ان احنا لنا ثلاث طلبات او اربع طلبات، ما عندناش مشكله تنفذوا على سنه او سنتين. العمال ظلموا كثيرا في الفترات السابقه، وتم تهميشهم كثيرا في الاعوام السابقه، محتاجين يجنوا ثمره الثوره العام الرابع الثوره. حتى الان العمال كانوا هم وقود الثوره، كانوا هم الشرار الاولى للثوره، وحتى الان لم يجنوا ثمار الثوره. طيب احنا طبعا هنعود لمهندس محمود نتحدث عن التعليم الفني واهميته بالنسبه لتاهيل العامل انه يعني يكون كفء في مجال عمله، لكن اسمحوا لنا اننا نخرج لهذا التقرير ونشوف الوعود اللي خرجت في عيد العمال للعمال واللي ممكن تحققه الدوله ليهم في الفتره القادمه وتحديدا في هذا المدى القصير. تحتفل مصر اليوم بعيد العمال الأول من مايو، ويعود تاريخ الحركة النقابية في مصر إلى العام 1924، حيث نظم عمال الإسكندرية آنذاك احتفالا كبيرا في مقر الاتحاد العام لنقابات العمال، ثم صاروا في مظاهرة ضخمة حتى وصلت إلى سينما باريتي حيث عقد مؤتمر ألقيت فيه الخطب. ومع وصول جمال عبد الناصر إلى السلطة والتأميم التدريجي للحركة العمالية، أخذت المناسبة شكلا رسميا وتم استيعابها. العمال المصريون على مر التاريخ هم سلاح مصر في الماضي والحاضر والمستقبل للمرور بسلام من الأزمات الاقتصادية التي مرت وتمر بها، وهم أساس الاستقرار بجهدهم وعرقهم كل في موقعه وفي مختلف المجالات لعبور الأزمة الاقتصادية الراهنة.
الثقة في عمال مصر بلا حدود لما يتحل به من حس وطني وحرص على استقرار البلاد ودعم الاقتصاد الوطني، وكذلك وقوفهم في وجه من يحاول شق الصف العمالي وإثارة الفتنة والبلبلة بين صفوف العمال وإشاعة الفوضى بهدف تعطيل عجلة الإنتاج. وكان حرص العمال على الحوار مع المسؤولين والتفاوض هو سبيلهم للحصول على حقوقهم بعيدا عن الإضرابات والاعتصامات. ويتوجب على القيادات العمالية القيام بمهامها وواجباتها تجاه العمال ونقل مطالبهم إلى المسؤولين والعمل بكل قوة لإيجاد حلول تضمن حقوقهم والعمل على تحسين أوضاعهم سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص. كان الرئيس علي منصور قد أكد أن مصر بعد ثورتي 25 من يناير والثلاثين من يونيو المجيدتين لديها أمال وطموحات وتطلعات كبيرة، كما أنها تحتاج إلى دور الدولة بكافة مؤسساتها على أن تتجنب فيه الدولة أخطاء الماضي لوقف أي خسائر قد يتكبدها قطاع الأعمال العام، مؤكدا أنه لا بيع لأصول هذا القطاع بثمن بخس ودون رؤية واضحة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمس الأربعاء خلال الاحتفال بعيد العمال والذي أقيم بالمركز الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر. أهلا بكم مرة تانية، بنوصل حوارنا مع ضيوفنا في الاستوديو المهندس محمود مهران عميد المعهد الفني الصناعي. بالتأكيد مشاكل عمالية كتير بدأت تطرأ على الوسط العمالي في مصر، وهي طبعا بسبب مشاكل تراكمية مش وليدة اللحظة الراهنة أو وليدة العصر، لكنها مشاكل تراكمية وفجأة العمال انفجروا، هناك مصانع توقفت عن الانتاج. ازاي نقدر ان احنا نعيد ثقة للعمال في المصانع مرة أخرى، في أصحاب الشركات ورؤسائهم، علشان نساعدهم على أن هم يديروا عجلة الإنتاج مرة تانية؟ اسمح لي هني العمال بعيدهم أقول لكم سنة طيبين، وكل من يعمل لدى مؤسسة سواء قطاع عام أو قطاع خاص فهو عامل، فكلنا عمال في جمهورية مصر العربية، والعمال ظلموا في قبل الثورة وبعد الثورة، لم تحقق لهم أي عدالة اجتماعية من ناحية مسكن ومن ناحية مأكل من ناحية علاج. العمال ظلموا ببيع القطاع العام، وأول ناس أديروا في مصر لأن القطاع العام فجأة اتباع بشكل غير عشوائي، بشكل غير منظم، دون النظر إلى ما سيترتب على بيع هذا القطاع العام، وكان القطاع العام في مصر يمثل الركيزة الأساسية للوطن، وفجأة كده انهارت هذه الركيزة وانهار أهم مبادئ ثورة 23 و 52. العامل المصري هو أمل مصر في ناضتها، العامل المصري هو سر تقدم هذه الدولة، وحنربط العامل المصري بالتعليم الفني. العامل المصري المدرب أو العامل الماهر هو الذي سيزيد الإنتاجية إذا توفر له مصنع. أنا عندي 6000 مصنع مقفول، على الدولة أن تسعى لفتح هذه المصانع، لكن احنا علينا كلنا نشارك. المنظومة الموجودة حاليا منظومة ملهاش رؤية محددة، احنا عايزين رؤية محددة تتيح لي في الفترة اللي جاية أنا هعمل إيه. أنا هشتغل بالنظام اللي أنا كنت ماشي بيه قبل ثورة يناير ولا بعد ثورة يناير، ولا هشتغل على النظام الماضي النظام الاشتراكي وهعيد القطاع العام تاني. أنا عايز أخلق منظومة جديدة ترتقي بالدولة المصرية. طيب أعتقد هو بالأمس الرئيس عدلي منصور أشار لهذا الموضوع وقال أنه بيع قطاع الأعمال العام كانت أحد أكبر الأخطاء اللي ارتكبها النظام السابق، وأنه حيتم تصحيح هذه الأخطاء. برأي حضرتك يا فندم أستاذ شعبان، هو حاجة إحنا أولا نسمن دور المستشار عادل منصور بما انه الرئيس المؤقت للبلاد وانه مر بفتره، واحنا قعدنا معاه شخصيا، ويعني من مقوله مشهوره ليه واحنا قاعدين معاه قال انا بات الليل بفكر امتى ينزح عن قلبي ده، لان اللي يقعد مكاني ويشوف الهموم لي يعني قلبي يبكي. ده كلام الراجل. ولكن بيع القطاع الخاص القطاع العام سبب جرح في جسد المجتمع، لانه صدر لنا كثير من العماله المعاش المبكر اللي هم الواحد منهم خد 30,000 و35,000 وهو دلوقتي قاعد اديله 5 سنين او 10 سنين قاعد دلوقتي بلا معوى.
ومعاشه كام؟ 70 جنيه. يعني هو صدر لنا الاف من العمال دي، مئات الالاف كمان، مش الاف بس. انما المشكله ان احنا عاوزين الدوله، ويمكن الكلام ده قد يحسب على اننا اشتراكه بالرغم غير كده، ان لابد ان الدوله عشان تظبط ايقاع الاسعار في مصر لابد انها تمتلك على الاقل 50% من المصانع والشركات التي تعمل في مجال السلع الاستراتيجيه في مصر، علشان ما تدي